مرحبا بقى بفرقة تراث سيد درويش، وطبعا يعني معانا الأستاذ العظيم محمد حسن درويش حفيد الشيخ سيد درويش. أهلا بيك يا أستاذ أهلا محمد، أهلا وسهلا. وأنا سعيد بوجود حضرتك معانا النهارده. واسمح لي أرحب بقى باللي بيغنوا واللي بيعزفوا في الغناء: سوزان محمد مهدي، ندى طارق، آية شكري، فيفيان موريس، آية خلاوي، عصمت الشخنقيري، عمرو توتال، خالد صلاح، إيهاب جلال، إبراهيم حسن، عبد القادر سلطان، محمود سلطان، انت اخوات، همام احمد، وبلال عادل، وعبد الرحمن مصطفى، ومونيكا رافت. اهلا بحضراتكم. والموسيقيين: اسامه بدر على العود، احمد درويش على الكمان، كريم اشرف كمان، محمود عادل تشيلو، ومصطفى خليفه. اهلا وسهلا بحضراتكم. ايه الجمال ده؟ يعني اولا انا سعيد ان انا قاعد مع حفيد سيد درويش. ربنا يخليك، ده شرف بالنسبه لي جدا. يعني ربنا يخليك. ويعني اكيد انتوا سعداء ان كنتوا بتغنوا في فرقه سيد درويش، رغم ان كلهم اجيال صغيره يا استاذ محمد. ما هو ده، هي دي بقى النقطه المهمه. ان سيد درويش دلوقتي عشان نوصله للاجيال ديت، الاجيال ديت بدات انها تسمع وتعمل مقارنه وتقيم وتفضل وترسى على اللي هي عايزاه، رسيوا على سيد درويش. يعني حضرتك منورنا جدا ومشرفنا النهارده استاذ محمد. ربنا يخليك. بس انا عايز اعرف بدايه منك، بدايه الفرقه بدات ازاي وتكونت؟ والله بدايه الفرقه احنا بدينا الفرقه دي من 2006. تمام. احنا لقينا سيد درويش بيندثر والحانه بتندثر بتضيع، مفيش حد بيهتم بيها لا اعلاميا ولا ثقافيا ولا اي حاجه. تمام. فعزمت النية على تكوين فرقه تحمل اسم تراث سيد درويش، تغني الحان سيد درويش. سيد درويش انتاجه غزير جدا جدا طبعا. عمل ما يقرب من 470، داخلين في 500 لحن غير المفقود لسيد درويش. وفي حاجات لم يظهر الى النور، لسه حاجات ما ظهرتش. احنا بنقول لم يظهر الى النور منها غير ايه؟ غير يعني ما فيش نقول اكتر من 10-15% من الحان سيد درويش المطروقه للاذان والاذهان. فباذن الله عزمنا النيه بالفرقه تراث سيد درويش انها تقدم الحان سيد درويش التي لم ترى النور ولم تسمع من قبل.